حول آخر التطورات في الريف الشمالي لمحافظة حماة ينضم إلينا مراسل شام اف ام في حماة باسل شرتوح. مرحبا باسل. مرحبا عدي. كثيرة هي الشائعات حول اقتحام مجموعات هيئة تحرير الشام فرع تنظيم القاعدة إلى محافظة حماة ووصولها أيضا إلى المدينة، ومدعومة هذه الإشاعات أيضا بفيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. التأكيد لديك. بداية عدي، منذ حوالي الساعتين تم تداول فيديوهات لسيارات دفع رباعي ومجهزة برشاشات ثقيلة داخل مدينة حماة. نؤكد أن جميع هذه الصور والفيديوهات هي لسيارات تابعة للجيش السوري، وصلت من عدة محاور واتجهت باتجاه محور بلدة طمحانة وجبل زين العابدين ومحيط هذه المناطق، على اعتبار أن هذه المناطق حاليا تعتبر خط الدفاع الأول لوحدات الجيش عن مدينة حماة. كنا نوهنا سابقا بخبر أن المجموعات المسلحة، وتحديدا نتحدث عن هيئة تحرير الشام الواجهة حاليا لتنظيم القاعدة والنصرة في إدلب، قامت باقتحام مدينة مورك. لا تغير بخارطة السيطرة منذ 3 ساعات لحد هذه اللحظة. الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى هذه المحاورة، ونؤكد أن منطقة قمحانة بما فيها جبل زين العابدين والنقاط المنتشرة وصولا إلى معان والطريفية، للمستمعين نتحدث عن ريف حماة الشمالي الشرقي، بالإضافة للشائعات التي رافقت أن المجموعات المسلحة وصلت إلى الحدود الإدارية لمدينة أسقيلبية ومدينة محردة. جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، بل على العكس، الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى هذا المحور ريف حماة الشمالي الغربي، وتحديدا محاور التي ذكرناها في محردة وأسقيلبية، وتم تعزيز كافة النقاط. وننوه أن هذه النقاط هي نقاط عسكرية قوية للجيش السوري، لكن بعد التقدم الذي أحرزته المجموعات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، أرسلت قيادة الجيش تعزيزات عسكرية كبيرة إلى هذه المنطقة، ويوجد كافة أنواع الأسلحة في حال حصل أي اشتباك مع المجموعات المسلحة، بما يتم تداوله أيضا عن وجود مجموعات مسلحة داخل حي الأربعين وبعض أحياء مدينة حماة، باعتبار أننا نقول أن اليوم مدينة أو بلدة قمحانة وجبل زين العابدين ومحردة هي خطوط الدفاع الأول، وبالتالي لا يمكن للمجموعات المسلحة الدخول إلى قلب مدينة حماة سوى خلال كسر خط الدفاع الأول، وبالتالي جميع الأخبار وجميع جميع الأخبار التي تم تداولها على المنصات والمعرفات الخاصة بالمجموعات المسلحة عن وجود تنظيمات أو عناصر لهيئة تحرير الشام داخل مدينة حماة هي عارية عن الصحة جملة وتفصيلة. وحاليا جميع المحال مفتوحة داخل مدينة حماة من مطاعم ومحال والحياة الطبيعية. نتحدث عن حماة المدينة والريف الشمالي والشمالي الغربي عدي. نعم، لم يؤثر ذلك إذن على المعنويات أو المزاج العام داخل محافظة حماة على اختلاف ريفا ومدينة؟ لنكن واقعيين، عندما تتم تداول بعض هذه الشائعات هنالك حالة رعب وخوف لدى المدنيين والمواطنين الذين يقطنون في تلك البلدات. وصلت مئات الاتصالات وكانوا ينتظرون خبر، لكن بعد خروج المصدر العسكري وتداول الأخبار الصحيحة عن ما يحصل في هذه المنطقة، كان هناك عدد كبير من السيارات تريد التوجه خارج مدينة حماة. لكن على أرض الواقع تبينوا من خلال الصور والفيديوهات أن الوضع لحد هذه اللحظة آمن في حماة المدينة والريف الشمالي والشمالي الغربي عدي. نعم، شكرا جزيلا مراسل شام اف ام في حماة باسل شرتوح.